طبعا انتو اكيد مفكرين انه هي لعبة عادية، انما بحب خبركم انه هي مو لعبة عادية مثل ما انتو مفكرين. هي اللعبة في بقلبها شغلة بتتاكل، فخلينا نفتحها سوا ونشوف شو في بقلبها. اول شي بتفكروها انه هي همبرجر طبيعية، انما بعدين بتفتحوها من هون بتلاقوا هاي الشغلة بقلبها، ومن ثم بتشيلوا هاي، وبتشيلوا هاي كمان اللي على اساس بندورة، وبتشيلوا قطعة الجبنة واللحمة واخر شي الخس، بتلاقوا بقلبها هاي البودرة، بتعملوا كده حامضة بشكل كلش طيبة.